حبا شباب، شكم شو اخباركم؟ اموركم، حياتكم، دنياتكم ان شاء الله بخير. واليوم بلعبة BH5. واليوم صائد الوحوش بهاي اللعبة اني راح نعلمكم كيف تدخلون على صائد الوحوش. هسه طبعا انا دخلت وصدت الوحش وهزمته بسهولة بسهولة، فزت على الوحش. ما عليك، بس تكمل هذا المقطع وتعرف شلون تصيد الوحوش. تعرفون شلون تجهزون الوحش وتهجمون عليه؟ حسب هذه المقطع لا تعرفون كل شيء. هذا ياخذ وقت يعني، في القصة ما تقول لي هنا كؤوس وهنا قطع وتصنيف باللعبة، استلام الربح، انضم لفعالية جديدة اسبوعية، نقاط دوري، كل تصدير المرتبة المتقدمة في قائمة المتصدرين، جوائز ضخمة في نهاية كل فعالية. يعني كل شيء خرافة اللعبة. وعشرتك طبعا اللعبة تلعبها ويا اشخاص. طبعا منا تدخل، اذا تردون من هنا ندخل الحصن، ندوس على الحصن. اوقف لحظة، تدوسون على الحصن من هنا تدخلون. بعد ما دخلت على الحصن من هنا، اول شيء هو ما عندكم مفعل، راح الغي تفعيله. تحصلون وحش بالبطاقه، من تحصلون تدوسون على السهم تفعلونه، تدوسون تعيين يتعين يتفعل، وبعد تدوسون من هنا غاره. من تدوس غاره ترى راح تهجم، تدوس هنا هجوم على الغاره، وانت الدور دوس ابدا تبدا الهجوم، والدور تبدا الهجوم وتبلش القتل. خسارة 11، إذا فزنا نحصل 28 كاس، وإذا خسرنا نصر 18 11. يلا ابدأ بلش، مستحيل أخسر. آه ربحت، شفيت مستحيل أخسر، فاتح صناديق. روح، إحنا ربحنا، هجمنا على الوحش، فزنا عليه. إحنا ربحنا 28 كاس وأحجار. شباب شفت الاحجار اللي طوني اياها؟ احجار كريمه، شفتوها؟ جد احجار وطون 28 كاس. الكؤوس تصدر التصنيفات، تصدر، والقوه هم تصدر قوه اللاعب. مبتدئ انا، تصنيفي مبتدئ، غير مبتدئ لان هاي بس مرتين لعبت انا. خلنا نشوف قوام تصدير المتصدر، خلنا نشوف تصنيفه على العالم. الدور الثاني لم تحصل على اي مرتبة بعد النقاط. ها لازم احصل 75 نقطة، يلا اول 75 نقطة يلا اتصدر. بابا استعرفت شلون تبدون تقتلون الوحش بالغارة، عرفت شلون؟ واذا تريد تصدر على التصنيف من هنا، قوائم تصدير من هنا وتصدر. شلون تصدر؟ لازم تجمع 75 كاس. شلون تجمع 75 كاس؟ تهجم على الوحش وكالآتي، تهجم على الوحش تحصل وتتصنف تتصنف. هنا وصلنا لنهاية المقطع، وهاي أول معلومة قدمناها لكم شلون تهجم على وحش الغارة. إذا تبدون شلون تحصله وتفتح صناديق عنه، كتبونا بالتعليقات إذا تبدون. حط لايك واشتراك بقناة إذا عجبتك المعلومات، وإذا عجبتك اللعبة اسمها BH5. إذا تريد تعرف عنها وعن أحداث اللعبة وشلون صرت أنا قائد النقابة باللعبة، شوف بقية المقاطع وتعرف قصص اللعبة، قصة طويلة طبعا. نوصل لنهاية المقطع، لايك واشتراك، مع السلامة.